حلو. بس بتخيل لازم تغيري سلمى او سلمى شيء يعني حظ لإلك. اسم سلمى انا من الاسماء اللي بحبها جدا، يعني بحسها اسم يعني. اخر دور لعبتيه اخر عملين بالحقيقه اشتغلتهم، يعني فرسان الظلام ذئاب الليل هو عمل فانتازيا تاريخي، النص لهاني السعدي كان كنت عم بعمل فيه شخصيه سلمى، اكيد كثير استمتعت بهي التجربه. وقبله شارع طلال، بعده كمان شارع طلال كمان شخصيه سلمى كمان سلمى، فانا الشخصيتين حبيتهم كثير بعاد عن بعض صح، بس يعني الاسم كان انه له هيك طاقه حلوه يعني. كل التوفيق ان شاء الله. الولاده من القاصره او منبر الموت، اي عمل اقرب لك؟ اي عمل بيشبهك اكثر؟ اي عمل بيشبه رشا اكثر؟ هلا للامانه ولاده من الخاسره بالجزئين اللي انا شاركت فيهم هو بحكم كان ثلاث اجزاء، هو ساعات الجمر الجزء الثاني، ومنبر الموتى هو الجزء الثالث. هو عمل لي الي انا نقله، يعني هو العمل ككل كان يعني عمل حاله استثنائيه، وعمل لي انا نقله، يعني الناس صارت تعرفني اكثر من خلال شخصيه رندا حبيبه ابو نيبال. هذا بالفعل صحيح. ايه العرافه واللي بس انا شخصيه بتشبهك اكثر، انت كل مره على مره بتكتشف حالك قد ايه انت بتقدر تعطي وقد ايه بتقدر تقدم. وعلى فكره هلا بمناسبه القصص اللي حكينا عنها، شخصيه البنوته اللي كانت تعمل رندا بولاده من الخاسره هلا صارت انضج واوعى واعمق، يعني حتى بعد التجارب اللي انا مرقت فيها وعشتها اليوم وقت اللي بدي احس بمشهد او احس بشيء عم بعمله صرت بعمله اضعاف أضعاف. لأنه أنا اليوم بمحل حتى نفسياً وروحياً صرت أعمق وأعلى. حلو. إن شاء الله دايماً بتضلك من شيء أعلى لأعلى بعد. حبيبي.